نروح مع بعضينا لموضوعات كتيرة معانا النهاردة، ولكن خليني أبدأ من الحدث اللي هو حديث سوشيال ميديا دلوقتي. ماذا حدث في مباراة كرة السلة الأهلي والزمالك؟ وهل بالفعل المباراة ألغيت بسبب شيكابالا وأوباما؟ وماذا حدث في هذه المباراة؟ كلام كتير جدا الناس اتكلمته على سوشيال ميديا، وناس كتير اتكلمت، واحنا النهاردة عندنا موضوعات كتيرة جدا، ولكن خليني أبدأ من هذا الموضوع لأن ده الموضوع اللي كل الناس بتتكلم فيه. فيا ترى إيه اللي حصل؟ وإيه اللي جرى؟ ولماذا ألغيت المباراة؟ وهل بالفعل يعني العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي مع الأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صمموا على عدم لعب المباراة بسبب وجود شيكابالا وأوباما، ولا هذا الكلام عاري تماما من الصحة؟ طيب الحقيقة فين والرواية الحقيقية فين؟ المباراة كانت في الزمالك في ميت عقبة في الصالة المغطاة لنادي الزمالك. ماذا حدث؟ لائحة لجنة المسابقات بتقول ان المباريات بدون جمهور. النادي الأهلي فوجئ وهو في الصالة المغطاة بأن الصالة اكتظت بالجماهير. استطاع الأمن أن يخرج الجماهير في المرة الأولى، ولكن بعد ذلك فشل الأمن بعد أن عاد الجمهور مرة ثانية للصالة. تواجد بعض لاعبي نادي الزمالك وبالتحديد شيكابالا ويوسف أوباما وحازم إمام، وفي تصريحات خاصة لمراسلين هناك أن الأمر ليس له أي علاقة لا بشيكابالا ولا بأوباما ولا بحازم إمام، وإنما مراقب المباراة بعد أن وجد أن الأمن لم يستطع أن يسيطر على الصالة، وأن الأمر استفحل وكادت أن تحدث أو ممكن من خلاله تحدث كارثة. قرر مراقب المباراة إلغاء المباراة. في الوقت نفسه صمم العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على عدم لعب المباراة إلا طبقا للوائح المنظمة، حيث أن هناك خطابات متبادلة من لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة بتؤكد أن المباراة كانت من المفترض بدون جمهور. مصدر مسؤول في النادي الأهلي أكد كل ما يقال عن رفض أعضاء إدارة الأهلي المتواجدين إقامة المباراة بسبب شيكابالا أو أوباما أو حازم إمام أو أي لاعب من لاعب الزمالك هو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، وكلام لا يمكن تصديقه أو قبوله، وهو ضرب من ضروب التعصب والتخلف، وأنه من المستحيل أن يتعامل مجلس إدارة النادي الأهلي بهذه العقلية، وأن ما تم كان بناء على خطاب مرسل من الاتحاد المصري لكرة السلة، ولجنة المسابقات أكدت فيه أن المباراة بدون جمهور. خليني أنفرد معاكم بالخطاب اللي كان وصل للنادي الأهلي ووصل لنادي الزمالك. لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ده بس الخبر العاجل اللي جايلي دلوقتي، تجتمع غدا للنظر في تقرير مراقب مباراة الزمالك والأهلي واتخاذ القرار المناسب بشأن مصير اللقاء. في اجتماع عاجل الثلاثاء باكر إن شاء الله للجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة السلة لبحث تداعيات ما حصل في هذا الأمر وإلغاء المباراة. طبعا وزي ما انتم عارفين ان المباراة ألغيت بناء على قرار من مراقب المباراة، وهناك تقرير من مراقب المباراة. كمان جاي لي خبر عاجل دلوقتي ان النادي الأهلي أكد في بيان رسمي ان لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أن يكون هناك هذه العقلية المتخلفة
انهم يرفضوا لعب مباراة لمجرد وجود شيكابالا او اوباما او حازم امام او اي لاعب، وان هذه عقلية ليست عقلية النادي الاهلي، وانما الامر هو ان هناك خطاب من لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة بتقول ان المباراة بدون جمهور. طيب لايكات على قد ما نقدر، وخلينا نطير الى النادي الاهلي الاستاذ احمد السيد ومزيد من التفاصيل، ونشوف يا ترى ايه الموضوع من اوله الى اخره بعد بيان النادي الاهلي الذي صدر منذ قليل. استاذ احمد السيد السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، بحييك وبحيي كل متابعينك المحترمين في كل مكان. يعني قول لنا ايه اللي تم. مباراة الاهلي والزمالك في كرة السلة فجأة ازمة كبيرة جدا، سوشيال ميديا بتقول وجود شيكابالا واوباما وبعض اللاعبين منهم حازم امام كان السبب. الاهلي دلوقتي رد ببيان رسمي وقال ان هذه ليست عقلية مجلس ادارة النادي الاهلي، ومن العيب ومن العار ان يقال هذا الكلام، وان احنا بنتعامل مع لوائح ومع لجان مسابقات ومع اتحادات منظمة للمباريات، وقالوا ان المباراة بدون جمهور وان الامر كله كان بيد مراقب المباراة. التفاصيل يا ابو حميد. بحييك وبحيي كل متابعينك المحترمين في كل مكان. البداية يعني كل الناس كانت تعلم بإقامة لقاء مهم في دوري كرة السلة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في صالة نادي الزمالك، والكل يعلم يا أستاذ عبد الناصر أن هناك لائحة تم إرسالها لكل الأندية، وهي اللائحة بتنص على عدم حضور الجماهير في المباريات، وأنه يسمح فقط لأعضاء مجلس إدارة الأندية بخطاب رسمي من النادي وتفويض مراقب المباراة بحضور المباراة. يعني الموضوع واضح، اللائحة تم إرسالها لكل الأندية لا مساس بها، وهي عدم حضور الجماهير، حضور أعضاء مجلس الإدارة فقط هو المسموح به وفقا لقرار اتحاد كرة السلة. وعلى هذا الأمر أوجب النادي الأهلي يعني قبل بعض الجماهير في المدرجات. تعتقد الجماهير، اعتقد يعني لاعبي وجهاز الفني للنادي الأهلي ان دي بعض الجماهير القلة هتخرج يعني اثناء فترة الإحماء، والمباراة هتقام بدون جمهور على اعتبار ان طبعا زي ما حضرتك تعلم اللقاء مقام في ملعب وصالة نادي الزمالك، فربما يكون كان في حاجة قبلها، تدريب قبلها، ما يعني ايا كان، فالكل كان ينتظر اخلاء المدرجات. ولكن للاسف حدث ان الجماهير بدات تتزايد، بدات تتسلل، بدات الاعداد تزيد في المدرجات، تواجد شيكابالا وتواجد بعض يعني اعضاء او بعض لاعبي نادي الزمالك. يعني اللي انا شفته بشكل شخصي شيكابالا، البعض قال حازم امام كان ظهر ومشي، والبعض قال كان موجود اوباما بالفعل، ولكن شيكابالا هو اللي كان واضح. للاسف ابتدى بعض جماهير نادي الزمالك تحتك بلاعبي النادي الاهلي اثناء فتره الاحماء، احتكاك لفظي وليس يعني جسدي او حاجه، فالامور بدات تتصعب. مسؤولي النادي الاهلي طالبوا طاقم التحكيم باخلاء الجماهير، وان المباراه تقام وفقا للقواعد المعلن عنها وهي بدون حضور الجماهير. ابتدت حتى اثناء عمليات الاخلاء يتم اجراء بعض الحوارات، يتم اجراء بعض الامور، فكان حتى الاستاذ احمد الجرحي، الكابتن احمد الجرحي مدرب سله النادي الاهلي، لما قيل هل هيتم الالغاء بشان تواجد شيكابالا او شيكابالا، هو رده كان واضح، وهنا رد مسؤول ومدرب سله النادي الاهلي، قال الامر هو ما يعنينا تطبيق اللائحه، واللائحه تنص على عدم تواجد اي جمهور. قال بالنسبه لعيبه الكوره فسواء بتاعه نادي الزمالك، وعلى الرغم ان في تجاوز حدث من الجمهور، لكن الموضوع ده مش شاغلنا، كل همنا ان احنا عندنا فريق هيلعب وده اللي بنركز فيه، وبرده عندنا فريق كوره بياخد حقه في الملعب جدا، وكل شاف الاهلي كان بطل افريقيا يكون قفشه، حتى هو قال الموضوع انا عارف صعب شويه على البعض ولكن دي الحقيقه، فقال احنا عندنا لائحه يجب تطبيقها على الكل، وزي ما حدث وتم تطبيقها على الاهلي الموسم الماضي، اتنقل له مباراتين، واشرف توفيق المدير الفريق يعني المدير الفني الفريق وقتها كان في كلام في هذا الشان، ولكن دخول الجماهير طبعا لجميع المباريات والدخول فقط لاعضاء مجلس الاداره. فالنادي الاهلي طالب طبعا بتطبيق هذا الامر على طول، كان يطالب طبعا طاقم التحكيم ب يعني اخلاء الجماهير، المباراه اتاخرت لمده ساعه
ومصر وبسبب عدم قدرة طبعا الزمالك على يعني إخلاق كل الجماهير. خليك معايا كده بس رجع، كان الصوت كان بيقطع بس يا جماعه لايكات على قد ما نقدر، بس لو سمحتوا رجع لنا الصوت مره تانية. قلت تاخرت المباراه ساعه ولا اكتر؟ تاخرت المباراه ساعه ولا اكتر يا احمد؟ طيب البث بس سيء، ممكن اكلمك على التليفون يا احمد؟ احمد النت سيء يا احمد لو سمحت. انا معاك، النت سيء يا احمد لو سمحت، الصوت بيقطع وانا بحاول اتصل بجيب احمد على الـ على الـ على الخط الثاني. لايكات بس على قد ما نقدر يا جماعه لو سمحتوا، ليش كويس. لايكات على قد ما نقدر بس يا جماعه لو سمحتوا. ايوه يا استاذ احمد رجعت لك. معاك يا استاذ عبد الناصر. بتقول لي المباراه تاخرت من ساعه لساعه ونص. من ساعه لساعه ونص، ودي كلها محاولات لاخلاء الجماهير. يعني طبعا محاولات طبعا من طاقم التحكيم مع رجال الامن، محاولات لاخلاء الجماهير بمنتهى الامانه. كان في بعض المشاحنات من قبل الجماهير، بعض المشاحنات ضد لاعبي النادي الاهلي، الامر كان واضح للكل. تواجد شيكابالا، كان متواجد، ما فيش اي مشكله، هذا الامر لا يعني النادي الاهلي ايا كان مين المتواجد. مبدا النادي الاهلي، وده كان بالرجوع بالمناسبه كمان لمجلس الاداره، ان الحرص على تطبيق القانون والحرص على تطبيق اللائحه اللي تم ارسالها من قبل لجنه المسابقات. فحدث يعني بعد حوالي ساعه ونص، الاستاذ يحيى العيسى مراقب المباراه طبعا بسبب التواجد الجماهيري داخل صاله عبد الرحمن فوزي ب 100 عقبه، خلاص تم الاتفاق على الغاء المباراه نظرا لاقتحام بعض الجماهير، ولم يتمكن الامن من اخلاء الصاله، و يعني حدثت حالة من الهرجلة إن صح التعبير، وبالفعل تم إلغاء المباراة رسميا، تم الإلغاء. وبالمناسبة في لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة يعني خلال ساعات الثلاثاء هيكون في اجتماع لتحديد مصير المباراة، ومن الواضح وكل تأكيد ان مراقب المباراة الكابتن يحيى العيسى كتب في تقريره ان كان في جماهير متواجدة في صالة عبد الرحمن فوزي ب100 عقبة، وكمان لجنة المسابقات برئاسة الأستاذ أحمد كامل هتتابع وهتناقش هذا التقرير، لأن القرار كان واضح. وزي ما طارق الغنام المدير الإداري لفريق سلة النادي الأهلي قال، يعني السبب الواضح للنادي الأهلي بعدم خوض اللقاء هو تواجد الجماهير، والمخاطبات وصلت للنادي الأهلي إن المباراة بدون جمهور، وهذا حق مثلما حدثت في مباراة النادي الأهلي، فيجب التطبيق على الكل بمنتهى الأمانة، عشان بس الناس ما تربطش الموضوع بشيكابالا، لان حتى طارق الغنام نفسه المدير الاداري لفريق كره السله قال شيكابالا ملوش اي علاقه بالغاء قمه السله، وحلف حتى على الهواء مباشره في تصريحات لقناه النيل للرياضه، قال شيكابالا ملوش علاقه، ملناش دعوه بسوى شيكابالا ولا اوباما، وكانوا موجودين في يعني في صاله المباراه ثم تواجدوا في الملعب، ما عندناش اي مشكله، لكن احنا بنتكلم عن حضور الجماهير، يجب تطبيق قرار لعبه اتحاد لكره السله باقامه المباريات بدون جمهور. وده اللي كان النادي الاهلي رافضه، يعني حتى لما كان في محادثات مع حكام المباراه الاهلي كان رافض خوض المباراه طالما في جمهور، يتم اخلاء الجمهور الاهلي يلعب ما عندوش اي مشكله. وبالتالي كان هناك ازمه في اخلاء الجماهير، فقرر الطاقم التحكيم الغاء مباراه الاهلي والزمالك لكره السله زي ما اعلن يحيى العيسي مراقب المباراه.
رسميا، فرسميا تم الغاء المباراه، يعني علشان بس الناس ما طيب يتحطش فيها موقف. اروح معاك قبل ما اروح لنادي الزمالك بس، وارجع لك مره تانية، لان خلينا الاهلي كمان طلع بيان قال ان مجلس ادارته او اعضائه سواء العمري فاروق او خالد مرتجي يعني لا يمكن ان يفكروا بعقليه ان وجود شيكابالا او اوباما او حازم امام او اي لاعب يكون ده السبب. كانوا بيتكلموا في تطبيق لوائح وخطابات جاءتنا من الاتحاد المصري لكره السله، والاهلي وضح ان هذا الكلام عيب انه يتقال او يكون ده فكر اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. ده حقيقة يا أستاذ عبد الناصر، لأن للأسف برضه الناس على السوشيال ميديا ابتدت تتكلم، أصل الأهلي متضايق لتواجد شيكابالا، فعلى هذا الأساس كان رافض يقود المباراة. أبدا أبدا أبدا، الموضوع واضح. المباراة كان من المفترض إنها تنطلق في السادسة مساء اليوم، قعدوا حوالي ساعة ونص ومحاولات لإقامتها، وكان القرار زي ما أنا بقول اللائحة واضحة، تطبيق اللائحة على الجميع. زي الجرحي احمد الجرحي مدرب الفريق الاول لكره السله رجاله النادي الاهلي قال ان يجب اخلاء الجماهير تماما، واحنا عندنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نلعب المباراه، ولكن بعد اخلاء الجماهير. ده نفس الكلام اللي اكده طارق الغنام المدير الاداري للفريق، لائحه ارسل اتحاد السله المباراه بدون جمهور، خطاب رسمي يوصل للناديين يجب على الكل الالتزام بيها، تواجدت الجماهير فتم الغاء المباراه، فالاهلي ليس له علاقه بحضور شخص بعينه، هكذا قال طارق الغنام والمسؤول الرسمي والمدير الاداري طيب لفريق كره السله في النادي الاهلي. خلينا نقول انا الان ايضا ان وبناء على تصريحات من السيد يحيى زكريا مراقب مباراه الزمالك والاهلي، وهو رئيس منطقه الجيزه لكره القدم، وهو مع الاخ العيسى كان مراقب للمباراه، في تصريحات خاصة لموقع في الجول أن التقرير الشفوي الذي تم رفعه للاتحاد المصري لكرة السلة يدين نادي الزمالك ويعتبر الأهلي فائزا بنتيجة المباراة، وذلك بناء على اللائحة التي أقرها اتحاد السلة بداية من الموسم، وتم بالتأكيد عليها قبل عدة أسابيع بأن تقام المباريات بدون جماهير، وبذلك يعتبر الأهلي مستضيف البطولة فائزا طبقا للائحة 20-0. وده بالمناسبه يا استاذ عبد الناصر برضه تاكيدا لكلامك اللي قاله الكابتن اشرف توفيق المدير الفني لفريق كره السله في النادي الاهلي، لما حتى سئل قال تعرضنا لاجواء صعبه وظروف كانت خارجه عن الجميع، وقال لما اتكلم لما قال شيكابالا قال هو ما شافش شيكابالا غير لما بيلتقط الصور التذكاريه بعد نهايه المباراه، هو بيقول على المستوى الشخصي ما كانش عندنا اي مشكله في تواجد شيكابالا، لكن احنا ازمتنا ان في لائحه تم ارسالها للانديه. معاك يا استاذ عبد الناصر. طب اقول لك تمام، ساطير الى نادي يعني دي وجهة نظر النادي الاهلي لا سمعناها. بوضح بس معلش اخيرا اتفضل. ان في لائحه تم ارسال الانديه يوم 21 مارس منعت حضور الجماهير، فالموضوع واضح، وده كان بالمناسبه في ملعب الزمالك بالتحديد، كان في مباراه الزمالك وسموحه وحدثت مشاكل، فاللائحه واضحه للجميع على الكل الالتزام بيها، فنادي الزمالك لم يلتزم لتواجد الجماهير فتم الغاء المباراه. القانون بيقول اللائحه يتم اعتبار فوز النادي الاهلي 20-0 وحفظ نقاط المباراه كامله يعني.